انت طرف في النهائي في الاكاديميه هنا في الاسبوع النهائي، تختاري اتنين يبقوا معاكي في النهائي. يستاهلوا. يستاهلوا بقى صحابك لا في فرق. يستاهلوا ولا صحابك؟ خليكي من يستاهلوا اثنين تبغى تختاريهم، تختاري اصحابك قولي. لا ما ماشي. كلهم عزيزين عليا، كلهم في قلبي. ولكن والله عارف انك تحبينهم كلهم، كلهم يحبونك. اقسم بالله يعني بس هذا الموضوع احنا خاصين دي وجهه نظر، يعني انا مش بقول لك ان ده هيحصل. طبعا دي وجهه نظر. شايفة عباس وهايدي. وانت؟ ليه تفاجئني بالسؤال؟ وسهيلة. وانت ما هو كتير قوي. لازم لا عباس وهايدي. اوكي وانت؟ عباس وهايدي. وجينا كمان. خليني افتكر الحين، افتكرهم في راسي كلهم. كلهم. انت طرف النهائي. فاضل اثنين. ايه؟ مروان وهايدي. والله يا ابني انت برنس. كلهم راح من راسي. مين معانا؟ مروان، رافائيل، مابيل، إيهاب، أنيس. نتكلم في النهاية. إيه إيه لا يعني أنت طبيعي. لا أنا كل واحد فينا أفتكر. لا لحظة لحظة بفتكر بس كده يعني فاهم. دينا. دينا كمان بتستاهل. فاهم يعني كل اللي قلتهم. أنت قلت سبع ثمان أسامي. في ناس كتير تستاهل إنها تفضل للنهائيات. إحنا بنتكلم في آخر برايم. آخر برايم وأنا وده اللي انا شايفه بصراحه. سهيلة كمان. سهيلة وهايدي. مين؟ سهيلة وهايدي. هايدي وسهيلة. لا يبقى انت ما تقفش في النهايه وهات حد تاني. لا على فكره، على فكره انا ليا وجهه نظر برضو. معي طبعا طبعا. سهيلة تستاهل بس سهيلة لازم تتطور. سهيلة صوتها تحفه. سهيلة تستاهل تقعد للنهائي. نهائي لا. نهائي انا فاهم. نهائي يعني نهائي خلاص ثلاث اشخاص. نهائي لو هنتكلم في الاستاهل. لا انا فهمتك. لا عن جد تخيل انه خلاص وصلنا يعني باقي برايم اربعة. انا 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 نفسي انا كشخصي انا لو الدنيا مشيت معايا زي ما انا عايز ممكن احس ان انا استاهل اقف النهائي. لو ما مشيتش معايا زي ما انا عايز وحسيت ده يبقى برضو انت عشان سالتني قلت لك مروان وهايدي. لكن لو هنتكلم في الصح يعني هو مروان وهايدي ممكن يبقى شخص ثالث لو ما مشيتش زي ما انا عايز. ممكن.